قدمت مسرحية الأول بالصف. نعم. رغم إني إنه كنت كسلان بالمدرسة. بالوايل. مش كسلان بالوايل بس ما لنا مزبوط كنت كسلان بالوايل مان مش كسلان عادي يعني. طب هي شو يعني كسلان؟ هاي كلمة كسلان شو؟ هي كسلان يعني ما له جلادة، الكسر جاي من كسر، ما له جلادة يدرس، ما له جلادة سريانية؟ كنت زلمة بابا. لا كسل بتعتقد عربي جاي من انه انا كنت حدا سهيان يعني انا وصغير بفترة من عمري يعني عمر 12 13 سنة كنت ضايع مني هون، عرفت؟ اقعد بالصف شبه غافي يعني. في معلمك انت تقول لي ضلت تقول لي انت مش طالع منك شيء. ايه انت مش طالع منك شيء على سنين يعني. بقى المفارقه انه من شي سنه التقيت فيها كان معها جروب اصحابها. إيه. قلت لهم هيدا كان تلميذي. هيدا الشاطر كان تلميذي. هلا والله ممنونك. منيح ما ذكرتها ما قلت لها؟ لا حرام، لا نقعد نبخعها. هيدا حضرتي هون قد ايه كان عمرك جورج؟ شي 4-5 سنين يمكن. هون اكيد كان يوم سبت او احد لانه مبسوط. مش مدرسة. هون ما بعرف شو كان بني وقتها، نظروني لمر شربي عليه السلام بس اخذ البوز. طلعت على الخشب على اول خشبة مسرح اللي هي صوفة السالون. وطلعت عم بلعب الدور يعني مثل ما لازم. من صغرك هيك حربوا هيدي. عم فرم كنت يمكن. شو هون قد ايه كان عمرك؟ شي 7-8 سنين يمكن. اكيد هيدي كنت عامل هون لبستني امي عشانيني روبن هود. اوكي. وهيدا خالي غسان بيمثل معي هلا، هو اللي حملني. بوجه له تحيه. غسان عطيه. غسان عطيه بوجه له تحيه، بحبه كثير. هو خالي. هيك كان غسان. هيدا غسان فظيع. غير واحد وغسان هو اللي حطتني على هالعريشي كمان مصورني. غسان فوتوغراف. فكرته هو العمود صبل عليه طويل. ايه طويل. انا مش مخول من الناحيه ابدا يعني. هون الشاب اللي بلش ياخذ بوزات اجل لك ليك. ايه هون الكاميرا. ايه بلش يصدق انه جقل. ليك ما احلاكم هون كمان. يا زلمه كيف كانوا ثيابنا من زمان؟ ايه الاحمر بين انا هلا رب ربك وبيلبسني احمر. على سيره المدرسه، اي استاذ او معلمه لاي ماده يعني اوكي كنت تحبهم اكثر شيء؟ كنت حب العربي. كنت تحب مادة العربي ولا استاذ العربي؟ مادة العربي واستاذ العربي، استاذ فوزي اليازجي الله يرحمه. كان فظيع، عنده طريقة كتير حلوة، علمني كذا سنة مادة العربي. من وراء يعني حبيت العربي وصرت اكتشفت اني بعرف اكتب يعني. اوكي. والاستاذ اللي ما بحبه هو استاذ المات، علمني سنة واحدة، بيعرف حاله. مش رح اقول اسمه حرام. كان اي صف؟ لا خلص. ما رح تقول. ايه هو معلم غيره هالصف بعتقد يعني. كنت اول سنه واخر سنه يمكن. معقول يكون عم يحضرنا؟ اكيد ما بعرف ان شاء الله. لا بس انت لك هلا انسان بدني. استاذ المات كنت بالمات تعيس، وهو كان تعيس بطريقته كمان. في اساتذه كانوا تعيسين بطريقه من انك تاكل اكل بالكومبا، تذكروا كومبا الخشب؟ ايه بيطلع طولك بوقتها. ايه وبعده بيطلع بطولي، فرق كثير يعني. ايه انه تاكل اكل بوقتها منا هينه، تصير انت عم تهرب ايدك يعني كانه هو عم يلعب بلاي ستيشن يعني بوقتها. انه ما بتنساهم هالقصص يعني. كان في عنف بالتعاطي مع الاولاد. ايه انا مش ضد القصاص بس مش خبيط يعني، وشقل بالسوالف وعرفت. يا لطيف. كيف في عنا كمان نحن الله يرحمه كمان استاذ عربي، كيف كان يقصصنا؟ يلقط من السوالف من هون ويجيب التورشون يقول لك محي التابلو يقول لك اعطيني التورشون جيبه وبلش حط لك اياه على شعره يعني. في طرق. هذا هبيلي خالص يعني. هذا مش مالي. الله يرحمه مسطول كثير. بس انا كنت احب معلمه الانجليزي كثير. ايه فظيعه. ليه؟ ايه لكن عند بتحببك باللغه كانت يعني. في عندك اساتذه كمان عندنا استاذ الماتيماتيك كان تحبه، الاستاذ جوزيف ثابت كمان كان يحببني الماده. يعني كنت انا انبسط. فانت بتعرف تلميذ الاستاذ بحبك او لا يعني 100%. ايه انا كنت احسهم بحبوني. هذه شغله مهمه يعني. في كتير بوجه لهم تحيه استاذ ميشيل. في عندي كمان معلمه العربي الله يرحمها توفيت يعني، كانت على صحه السلامه، بس فوت لي عادل كرم لبرا ما في كيمستري انا وياه، صف العربي ما بنتفق انا وياه. لا ارجع انت والصغير. كان عمرك 4 سنين بس مثلت؟ ايه والله بالصدفه فات استاذ المسرح على الصف عم يعملوا مسرحيه حياه القديس مارون، وبدو ينقوا الولد بدو يلعب دور بشفي مرمرون. اوكي. فمن اصل 44 ولد لقى واحد صغير اصفر منخاره ضايق بالطبقه عم يخفى ويوعى، قال لهم هذا مريض بدون ما يمثل المريض.
اخذني صرت ابكي انا وين اخذيني عمري 4 سنين صغير يعني. قال لي ما تخاف حبيبي دورك 3 كلمات بحط ايده على راسك اللي عم يلعب دور القديس توعى بتقول له شكرا اخ مارون بس 3 كلمات والمسرحيه بعد جمعه كيفت انا في وقت رحت على البيت لامي اعطوني دور قلت له شو قلت له شكرا اخ مارون وبلشت مره شكرا اخ مارون شكرا اخ مارون شكرا حط لي امي اكل الا شكرا اخ مارون كيف مبسوط يعني. عندي دور غير شكل لحد ما طلعنا على المسرح يا معلم والناس دغري يعني بتتفاعل مع ولد على المسرح صاروا يزقفوا انا المفروض كون بعدني غابي تيشفيني مرمرون فعزقفت الناس وعيت بلا جميلة مرمرون وعملت الريفيرانس تبعي صار الممثل مش عارف بيحط ايده على راسي او الناس صاروا يضحكوا بوقتها صدقني عادل بالله وعي اكتشفت بوقتها انه في شيء بخصني انا في صله قرابه مع الخشبه واكتشفت متعه امتاع الناس طبعا بالله وعي كنت كثير صغير بس من وقتها قررت اني كون بهالمطرح وبلشت انغرمت فيه خلص حسيت انه هذا مطرح يعني قد ايه بتتذكر هاي الفتره شو يعني بتذكرها لا طفولي يعني طفولي انا تحجرت من طفولتي كيف قد ما كانت طفولي سعيده عن جد؟ كنت هادي عايش بسلام فظيع كان عندي عالمي الخاص والحمد لله ربيت ببيت هيك فني وبحب الفن اخوالي موسيقيه وامي وبي امي صوتها حلو وبي كان يمثل امي كمان تعرفوا على بعضهم على المسرح انغرموا ببعضهم على المسرح جوزوا جابوا مسرح صغير اللي هو حضرتي فربيت ببيئه حاضنه لهالموضوع لحد ما كبرت وبلشت افهم قديش في حيطان بالدنيا وقديش في جوار ومصايب وقصص بقى لحد ما توفت ستي الله يرحمها ستي بحبها كثير فطلعت معي شغله هيك اختصرت فيها اذا بدك علاقتي بطفولتي بتقول رجعي هيك الايام رجعي على خيل الاوهام رديني انا طفل صغير عيونه بتلمع بالاحلام رديني انا طفل صغير بيتشيطن وما بينلام رد الدنيا بعيوني كبيره صغير الدنيا هون رديني عقودة صغيرة حدودها كل الكون شلحيني بهيك الحي العب بزوريب وشوي العب تيخلصوا اللعب وتيتعب مني التعب وطير وسابق الهوى ولما اوعى وعي الشمس وعشي نسرب سوا واحكي مع القمر همس ردي رفقات اللي راحوا كل واحد بمايل ردي سهرات اللي طالوا تينعس الليل رديني طيار كبير طير طيارة بالخيط رديني عاشق أمير بأول بوسي ورا الحيط رديني مش فاهم شي لكن عارف شو بني رديلي صوت الست اللي كان ينسيني الدنيا شلحيني عليك السرير تغمض عيني ونام رهيب رهيب طيب جورج انت كنت عارف حالك من انت وصغير انك بتخاف من الزواج لحتى تبقى لهلا اعزب ما بخاف من الزواج ما بتخاف من الزواج لا بس انا برايي الزواج يا يكون مثل ما لازم تما يطلعوا الاولاد ضحايا ايه انه واحد بدك تجيب من عدا شيء عم بتعتمه عم تعتره وتحبس له روحه بلحم ودم ووقت من عدا شيء كرمال تحس بشعور الابوه وهذا الى اخره ما اختلفنا خلينا ما نفوت بهالجدليه كمان بدك تعيشه بمشاكل نفسيه واجتماعيه والى اخره لا لازم تهيئ له بيئه سليمه ليعيش فيها لذلك انتقاء الشريك بيكون يعني الشريكه بيكون شوي في صعوبة إنك تختارها لتكون هي إذا بدك أنت وياها متفقين ما بدك كثير يعني لا ما هي أنت إذا حاط براسك أنت مثلا شو أنا مثلا الشريك اللي عم فكر فيها أنه حاططهم براسي أنا هات لشوف لازبد ما لقيهم مثل شو مثلا أنا أهم ثلاث أربع أشياء هول ضروريات هول بيلتقوا بأي بنت أنه يكون معها مصاري كثير يكون عندها بيت كبير تكون ما بتنق وتكون حلوة كتير بحبك أكتر من أنت بتحبك هاي ضرورية ليك مثلا ما تسألني شيء إنه ما تسألني ولا أي سؤال لو رايح لوين جاي ولا تكون ما تنق أه؟ أنت مضيفك شيء عباس فالقرد تكون ما تنق معقول لا لك هلا اذا في حدا هيك انا ريدي ها في شمع بالسوبر ماركت بدي اقول لك شغله فكره الجايزه انا مش ضدها ابدا مش ضدها ايه وعب بحب اني حب ونحب واستقر وتعمل عائله بس عشرت تعمل عائله سليمه عن وعي وعن نضج صح قد ما فيك تخفف مشاكل على هالارواح اللي بدك تجيبها على عفاك تحت قانون الجاذبيه 100%
بمسرحياتك في كتير اغاني، هو كله جورج كيف بيجوا ببالك يعني؟ ولا انت مثلا حسب المسرحيه بتكتب الغنيه ولا هيك هيك وهيك؟ ولا بتكون الغنيه اوريدي موجوده وبلاقي لها مطرح بالمسرحيه طبعا بدون ما تجي بالباراشوت، او بحس انه بيصير الاحداث في شيء هون بده يخدم العمل والغنية، يعني ما بحط غنية مجانية، لازم تكون غنية تخدم سياق الأحداث لدرجة إذا انشالت تأثر على سلسلة الأحداث. ألو ألو يا هلا يا هلا. اليوم ما فينا ناخذ مواعيد لبكرة إذا بدك. بدك تحجز العرس؟ بدك تحجز لمقتام؟ أعطيني شوية تفاصيل. هات لأيد المعلومات. تتشرف عائلة عياد بدعوتكم بمزيد من الأسى والحزن لحضور زفاف المأسوف على شبابه الأحد الواقع في مدافن قرية المغيربة. يتقبل العروسان التهاني بصالون رعية التحتاني، حيث يحتفل العروسان بكوكتيل عن راحة نفسه الطاهرة، ليسافرا بعدها إلى شهر العسل حيث يوارى الثرى. لمن يرغب بالهدايا يرجى بدل الأكاليل بالدفع للصالون. رقم الحساب 678-9-11. مبروك للعروس والعريس، أسكنهما الله فصيح جناته ودامت الأفراح في دياركم، ولكم من بعده طول العمر وألف مبروك. العمر إلكم. سيلابي، في كتير ناس عم بيتهموك إنك عم توقع بفخ التكرار. شو اليوم بتقولهم؟ لا تقلك شغلي، اللي بيقول هيك بيكون عم يستغبي عقل جمهور لبناني الكبير اللي عم يجي بيحضرني. جمهور لبناني كتير ذكي وبيعرف مين عم بيكرر ومين لا. في فرق بين التكرار وبين الهوية، وهذا اللي بيوقعوا فيه بعض النقاد. أوكي. هويتك هيدا أنت روحك. إذا بتجي بتعمل مقارنة مع المسارح الكبيرة اللي نحن تعلمنا منها، مسرح أخوة رحباني مثلا، بتلاقي بكل مسرحية في ست فيروز عندها سولو، عندك ويليام حسوين الشويش، أنطوان كرباج الملك، الملك المتسلط، عندك نصر شمس الدين مختار أو رئيس البلدية، عندك فيلم موهبي بدور سبع. ف هيدي مع الوقت أثبتت إنها هوية مش تكرار، مع إنه بنفس المسرحية أكترية المسرحيات هن ذاتهم بنفس ستركتور إذا بدك. حتى تشابلن مثلاً يلي هو عرب الكوميديا كمان مع نفس الشخصيات بنفس الشخصية. ففي فرق كبير بين التكرار وبين الهوية. في ناس بيفكروا هن بيوقعوا بفخ إنه هيدا تكرار، بس مع الوقت بعتقد إنه الزمن كفيل إنه يغربل ويبين إنه هيدي هوية خاصة بتصير لإلك. طب انت اليوم بتتقبل النقد؟ كيف تتعاطى مع النقد؟ لا اكيد بتقبل، اذا نقد بالنقد اكيد بتقبله وبتعلم منه لان ما حدا كامل. هلا في انواع بالنقد، عندك نائد وعندك حائد. دغري اول كلمه بتعرف انه هذا غيور فطر، بتعرفها هاي القصيده؟ ايها في هيك قصيده بحبها كثير، فيها شويه غرور بس عبالي اقولها. بتقول قول قول هيدي حكمتك يا كبير، بشر تغار من طلعت بشر، كل عمره الفطر الصغير بيربع كعوب الشجر، ورنت الصوت المسموع بتاذي بتخض الكسلان، وكل ما النسر على طلوع بيصغر بعيون الصيصان.